ما شاء الله عليك، اطلب اطلب اللي تبي. ابغى 10,000 بس. تستاهل تستاهل، عطوه عطوه. امش قدامي تبيعنا وتجحدنا يا قليل الخاتمة يوم قربنا ناخذ البندق من الشيخ يا ورع. ويا ليتك جاحدنا على حاجة تسوى 10,000 يا بلاطم يا عبسي. سري 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 أقول لك. اي لا حول، ايش فيه؟ اسمع شكش، الحين الحين تروح جيب بندق أحمد المنفذ بأي طريقة، تفهم ولا ما تفهم؟ لا ما أفهم. والشيخ أداني الفلوس هذه ليا. الشيخ أداك الفلوس ليا ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام يا هلا. وش عندك الحين؟ عاد أرجع 10,000 وأخذ البندقية دي. عطوه اللي يبي، كل اللي يبي عطوه، يستاهل. بتصل بإذن اللي ما تنام عينه، لا تتسرع ولا تجزع، كرسي المشراق بتلقاه بهالمكتوب اللي يدلك على الكنز. حلو، قربنا نلقى الكنز يا عيال. بس يا جماعة وش ذا الكرسي اللي يتكلم عنه؟ كرسي المشراق حق جدي اللي شاله راجو. ايش ابغى اسوي كلام دحين؟ اول قول كت اوت شلي جاو بر. هدي شويه شويه عشان قرقر. ايش ابغى دحين؟ انت معلوم كرسي اول شيل من غرفه؟ اوه هذا كرسي انا بيه، صديق تاني غرفه موجود. هم عاد يا هذا الليل يا جماعه الحين شو السوات يا عيال؟ خلوها علي يا عيال. معلوم فين مكان غرفه هذا؟ كيف ما في معلوم؟ ايوه معلوم.